بحفظ الله ورعايته، وصل حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى هذا اليوم إلى بروناي دار السلام الشقيقة في زيارة رسمية تلبية لدعوة تلقاها جلالته من صاحب الجلالة السلطان حاج حسن البلقية سلطان بروناي دار السلام. يجري خلالها مباحثات مع جلالته تتناول العلاقات الثنائية الوثيقة وسبل دعم وتنمية أفاق التعاون المشترك على كافة الصعد، إضافة إلى مجمل الأوضاع والمستجدات على الصعيدين الإقليمي والدولي والقضايا موضع اهتمام البلدين. كان في مقدمة مستقبلي حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى لدى وصوله مطار بروناي الدولي صاحب الجلالة السلطان حاج حسن البلقية سلطان بروناي دار السلام وصاحب السمو الملكي الأمير المهتدي بالله البلقية ولي عهد سلطنة بروناي. وقد رحب صاحب الجلالة سلطان بروناي بجلالة الملك المفدى وبزيارته التي يقوم بها. وقد تفضل حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى لدى وصوله بالتصريح التالي: يسرنا أن نعرب عن سعادتنا بزيارة بروناي دار السلام الشقيقة والتي تجسد العلاقات القوية التي تجمع بين بلدينا والعمل الحثيث لترسيخ سبل ازدهار مختلف أوجه التعاون الثنائي في المستقبل على المستويات كافة، ارتكازا على إرادتنا الواضحة ورغبتنا الدائمة في فتح مجالات جديدة للتعاون تدفع بمستقبل البلدين الشقيقين إلى مزيد من التطور والنماء. إننا إذ نثمن كثيرا المدى المتقدم والمستوى المتميز الذي وصلت إليه العلاقات بين مملكة البحرين وبروناي دار السلام الشقيقة، فإننا نؤكد حرصنا على مواصلة تدعيم أسس التعاون الاستراتيجي المشترك بما يعزز أمن المنطقة ويدعم استقرارها ويسهم في تحقيق تطلعات شعوبها في الرخاء والازدهار. فالأزمات التي تعصف بالمجتمع الدولي والتحديات التي يواجهها العالم الإسلامي تفرض دائما المزيد من التعاون والتضامن بين جميع الدول والشعوب الإسلامية، معربين عن ثقتنا بأن محادثاتنا مع أخينا صاحب الجلالة الحاج السلطان حسن البلقية معز الدين والدولة سلطان بروناي دار السلام والتي سوف تتطرق لكل السبل الكفيلة بتعزيز وتنمية هذه العلاقات الثنائية سوف تثمر في رفع مستويات التعاون والتنسيق بين البلدين والتوصل لنتائج بناءة ومهمة بما يحقق المنفعة المشتركة للبلدين وشعبيهما، وخاصة في ظل ما يتمتعان به من موقع استراتيجي وما يقومان به من دور مؤثر في إطارهما الإقليمي ورؤاهما ومواقفهما المتقاربة إزاء مختلف القضايا واتفاقهما على أهمية تضافر جميع الجهود للمضي بالعالم الإسلامي قدما نحو مستقبل أفضل على الأصعدة كافة. بعد ذلك توجه جلالة الملك المفدى إلى قصر نور الإيمان، وقد اصطف على جوانب الشوارع طلاب وطالبات المدارس ملوحين بأيديهم وبأعلام البلدين مرحبين بجلالة الملك المفدى وبهذه الزيارة الميمونة. وقد جرت لجلالة الملك المفدى مراسم استقبال رسمية حيث عزفت الفرقة الموسيقية السلامين الملكي لمملكة البحرين ولبروناي، وأطلقت المدفعية 21 طلقة تحية لمقدم جلالة الملك المفدى. Thank you.
ثم تفقد حضرة صاحب الجلالة حرس الشرف الذي اصطف لتحيته. ثم صافح جلالة الملك المفدى كبار أفراد العائلة المالكة في بروناي الشقيقة وأصحاب السعادة الوزراء وكبار المسؤولين والسفراء المعتمدين لدى بروناي، بينما صافح سلطان بروناي دار السلام الوفد الرسمي المرافق لجلالة الملك المفدى. Thank you.
أصدر صاحب الجلالة سلطان الحاج حسن الفوقية مع التسليم والتولي من المرحوم سلطان الحاج عمر علي سيفوتي صاحب الكريم والدين مرسوما ساميا بمنح صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين بعد ذلك منح جلالة السلطان حاج حسن البلقية جلالة الملك المفدى وسام العائلة المالكة لعرش بروناي تقديرا لدور جلالة الملك المفدى حفظه الله في تعزيز علاقات البلدين وتطويرها. ثم دعا صاحب السماحة الدكتور الأستاذ عبد العزيز بن جونيد مفتي بروناي دعاء السلامة. الحمد لله بالكرم والدين بالنعمة والفضل والإحسان على كل موجود ومعدود، الصلاة والسلام على سيدنا محمد صاحب الشفاعة والحوض المورود وعلى آله وصحبه الرفع السجود وتابعهم بإحسان إلى يوم اللقاء والورود. اللهم يا من بيده تصاريف الأمور وبعلمه وقدرته يجري كل مقدور، أنشأ عظمة السلطان الحاج حسن البلقية مجدين الدولة أن يقيم مجلس تسليم النجم التشريفي الملكي البروناي لجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ضيفه الكريم في هذا اليوم السعيد يتم توفيق الصلات واختلاف القلوب والمسرات والتساند على الأعمال الصالحة المرضية العائدة بالخير على العباد والبلاد، إنك رب غني حميد كريم جواد. آمين. اللهم اجعل هذا المجلس الميمون تعبيرا واعترافا عن عميق تقدير من جلالة سلطاننا المخلص لجلالة الملك الكريم جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك المملكة البحرين، وسببا لتقوية الصلات الأخوية والودية بين المملكتين الشقيقتين أبو المملكة البحرين ومملكة بروناي دار السلام لما يجمعهما من وحدة العقيدة وتشابه المصالح الإنسانية وتشابه الانشغالات الدينية. اللهم صدد خطاهم ووفق مساعيهم المبذولة لخير البلدين وخير الإسلام والمسلمين، يا نعم المولى ويا نعم النصير أغثنا. اللهم إنا نستودعك ونستعينك عظمة السلطان الحاج حسن البلقية معز الدين والدولة ابن المرحوم سلطان حاجي عمر علي سيف الدين سعد الخير والدين وجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة وأهلهما وقرابتهما ورعيتهما أجمعين في أمن وسعادة وصحة وعافية ورخاء على ممر الأيام والسنين يا رب العالمين. اللهم ارزق الملكين الكريمين التأييد والقوة والنصر في قيادة مملكتنا المملكة البحرين ومملكة بروناي دار السلام على الأخذ بأسباب الاستقرار والاستقنان في جميع الأحوال والمجالات والرخاء والأمن والأمان من كيد الأعداء. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك، وصلى الله وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.
بعد ذلك عقد حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المفدى حفظه الله ورعاه اجتماعا مع صاحب الجلالة السلطان حاج حسن البلقية سلطان بروناي دار السلام بحضور أعضاء الوفدين، وذلك في قصر نور الإيمان في عاصمة بروناي بندر سري باغوان. وفي مستهل الاجتماع أعرب جلالة الملك المفدى عن شكره وتقديره لجلالة سلطان بروناي دار السلام وشعب بلاده الشقيق على ما حظي به جلالته من كرم الضيافة وحسن الاستقبال، وعلى دعوة جلالته الكريمة لزيارة بروناي والذي يعكس تميز العلاقات الودية بين البلدين. فيما رحب جلالة السلطان حاج حسن البلقية بجلالة الملك وبزيارة جلالته الهامة، والتي ستعطي دفعة لرفع مستوى التعاون الوثيق إلى آفاق أرحب وأوسع. وجرى خلال اللقاء استعراض مسار علاقات الصداقة والتعاون الوطيدة التي تربط البلدين والشعبين الشقيقين، واستعرض الجانبان مجمل العلاقات الثنائية الوثيقة والعمل على تطوير وتوسيع مجالات التعاون المشترك على الأصعدة الاقتصادية والتجارية والاستثمارية بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين. وأكد صاحب الجلالة وجلالة السلطان بروناي على أهمية مواصلة تعزيز آفاق التعاون في جميع المجالات، خاصة فيما يتعلق بالجوانب التجارية والاستثمارية والثقافية، وإمكانية الاستفادة من خبرات وإمكانيات البلدين في دعم المشاريع والبرامج المشتركة. وأكد جلالة الملك المفدى أن مملكة البحرين تحرص على تنمية علاقات الصداقة وتعزيز مجالات التعاون مع بروناي والارتقاء بها لمستويات وآفاق أرحب تعود بالخير والمنفعة على شعبي البلدين الشقيقين، معربا عن تطلعه في أن تحقق زيارته نتائج عملية على مستوى التعاون الاقتصادي والاستفادة من تجارب البلدين في شتى المجالات. ونوه جلالته إلى أن هناك رغبة مشتركة لدى الجانبين للاستفادة من الفرص الاستثمارية والاقتصادية والثقافية التي يزخر بها البلدان وتعزيز أواصر التعاون على كافة المستويات. وأشاد جلالة الملك بهذه المناسبة بالدور الذي تضطلع به بروناي دار السلام بقيادة جلالة السلطان حسن البلقية في محيطها الآسيوي وإسهاماتها في خدمة القضايا الإسلامية، متمنياً لشعبها الشقيق دوام التطور والتقدم والازدهار. من جانبه أشاد جلالة السلطان حاج حسن البلقية بحرص جلالة الملك المفدى وسعيه دائماً لتعزيز وتنمية العلاقات الثنائية المتينة مع بلاده، مبدياً في الوقت ذاته حرص بروناي على توسيع آفاق التعاون مع مملكة البحرين على كافة المستويات بما يعود بالخير والمنفعة على البلدين والشعبين. وأشاد بما حققته البحرين بقيادة جلالة الملك المفدى من نهضة اقتصادية وتنموية وما تشهده من تطوير مستمر في مختلف القطاعات، كما جرى خلال اللقاء تبادل وجهات النظر حول التطورات والمستجدات الراهنة إقليمياً ودولياً والقضايا موضع الاهتمام المشترك. وتكريما لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، أقام صاحب الجلالة السلطان حاج حسن البلقية سلطان بروناي دار السلام حفل عشاء تكريما لجلالة الملك المفدى في قصر نور الإيمان في عاصمة بروناي بندر سري باغوان، وذلك بمناسبة الزيارة الرسمية التي يقوم بها جلالته لبروناي دار السلام. وحضر المأدوبة صاحب السمو الملكي الأمير المهتدي بالله البلقية ولي عهد سلطنة بروناي وعدد من كبار أفراد العائلة المالكة في سلطنة بروناي وأعضاء الوفد الرسمي المرافق لجلالة الملك وكبار المسؤولين في حكومة بروناي دار السلام. وقد عزفت الفرقة الموسيقية السلامين الملكي البحريني وسلام بروناي. بعد ذلك قرأ فضيلة الدكتور الأستاذ عبد العزيز بن جونيد مفتي بروناي دعاء السلامة، واستهله بالصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، ودعا الله سبحانه وتعالى أن ينزل بركاته ورحمته على هذا اللقاء الأخوي الذي يجمع حضرة صاحب الجلالة الملك المفدى حفظه الله وأخاه صاحب الجلالة سلطان بروناي دار السلام، وأن يحفظ شعبيهما وبلديهما من كل سوء ومكروه، ويبعد عنهما طمع الطامعين وشرور الطاغين والعابثين، وأن يديم عليهما وبلديهما وعلى شعبيهما الشقيقين نعمة الأمن والأمان والاستقرار، ويحقق لبلديهما ما تصبو إليه من عزة ورفعة،
وتبادل صاحب الجلالة مع جلالة سلطان بروناي الأحاديث الودية حول ما يربط البلدين الصديقين من علاقات وطيدة وتعاون وثيق على كافة المستويات.